إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاهو ولكن والله ما أدري كم الموديل، لكن من 2007 إلى 14. موضوع تهريب زيت المحرك من المبرد حق زيت السيفون أو زيت أو فلتر أو مبرد زيت المحرك. عشان ما أطول في السالفة راح أنزل لكم أصفر. سبق شرحناه في القناة، ولكن دائما التهريب يكون في هذه الأماكن. فالتهريب إما يكون من نفس الماسورة اللي فوق المبرد أو من نفس الوجه أو من نفس السرة حقة المبرد. راح أفك العمود وراح أوريكم من وين. طبعا ما شاء الله كان التهريب عنده واضح، رجال غسل وجاني، والتهريب بالأمانة من نفس المبرد. فإحنا الآن بنشد السرة هذه، وهنا في سرة ولكن ما هي واضحة إلا لما أفك العمود الدبل. راح أوريكم إياها. طبعا لاحظوا القديم، أنا قد سبق وضع له سيليكون وممكن تأثر لكن الآن أنا بحاول أنظف، وبرضه بحاول أحط عليه سيليكون وبشد السرة هذه. هنا هذه السرة، هذه أحيانا تكون مرتخية وتسبب خروج زيت. طبعا للأمانة هذا الوجه السابق لما سوى تنظيف ما شاء الله عليه جديد، يعني ما يحتاج له أي سيليكون، نظيف جدا. وللأمانة الشد كان مشدود بإحكام، لكن بنتأكد من السرة ونركب وإن شاء الله إنه ما عاد يهرب. ركبنا ونظفنا مكان التهريب بالكامل، نخليه ياخذ فيها مشوار، وإذا طلع تهريب من هذا المكان معناته نفس المشكلة، ما طلع مرة ثانية معناته انتهى المشكلة. يعني ممكن احتمال برضو يكون من نفس الوجه حق الكرتير من الخلف، ولكن برضو أنا بشيك على الصوفة الخلفية. الصوفة الخلفية سليمة ولا فيها أي لمعة. العموم بس الآن نجرب، الآن ناخذ فيها مشوار أو الرجال ياخذ فيها مشوار ويجرب، إذا في تهريب معناته المشكلة من خلف ثاني، لأن الوجه جديد أو نظيف والسرة مشدودة. لاحظوا التهريب، للأمانة شديت عليه أكثر من مرة، ولاحظوا حتى أثر الزرادية الكبس عليه، شدينا بالقوة ومع ذلك يهرب من نفس السرة. يعني للأسف لازم أضطر إني أفك المبرد وأفك السرة وأحط لها وجه أو أشف لها سيليكون عشان يغطي الثغرات اللي في السرة. فكينا الواقع اللي هنا بالسيكة عشان يعطيني فرصة أفك السرة حقت المبرد. طبعا هذه هي مسمار رقم 10، وهذا عندي الآن المبرد أو سرة المبرد محلولة إن شاء الله، أنا بس تطلع بدون أي مشاكل. لاحظوا طبعا هاي السرة، ويبدو لي المشكلة إن الجلدة متآكلة، مع أنها نظريا شكليا ما فيها شيء مبين، لكن أبى أحاول أسوي لها طريقة معينة. طبعا الخيار الوحيد اللي عندي الآن المتاح إن أحط الشترطون الأبيض حق السباكة، ولعل وعسى إن شاء الله إنه يؤدي الغرض. تم التركيب، أنا نظفنا ونفخ مكان التنظيف ونشغل ونجرب. إلى الآن نقول الحمد لله وإن شاء الله إنه ما عاد يهرب، لكن أبى أخليها شغالة نص ساعة
لانه سابقا كان اول ما يشغل يهرب. الان بخليها نص ساعه شغاله وبنشوف مع الحراره، وبرضه بعطيه فرصه يجرب فيها يوم يومين، وان شاء الله انه ما عاد يرجع بعون الله، لانه كان فيه جزيئات بسيطه ما ادري من السلول او من الوجه الاسود صار فيه ضعف، فمع ضغط الزيت تهرب. لكن احنا غطينا الان الجزيئات البسيطه هذه بالاشترطون الابيض حق السباكه، وان شاء الله انه يودي غرب. ولكن انا عن نفسي لو بيدي شيء راح اغير الصاموله هذه او المسمار هذا بشكل اخر، ولو ورده او وجه يكون افضل من هذا الشكل. ما شاء الله تبارك الله، الان لي اكثر من 1/2 ساعة الحمد لله ما في اي تهريب. الحمد لله ما عاد في اي تهريب، وان شاء الله انه ما عاد يرجع. هذه تجربة وحل من الحلول حق التهريب اللي مبرد زيت المحرك.